اليمن تعلن ميناء الحديدة يعود لاستقبال السفن التجارية خلال الفترة القادمة. إليكم تفاصيل الفيديو، ولكن فضلا وليس أمرا، الإعجاب بالفيديو هو أكبر دعم للقناة. كشفت مصادر رسمية في العاصمة اليمنية صنعاء عن خطوة جديدة لفتح ميناء الحديدة غربي اليمن. وقال مصدر خاص في حكومة صنعاء إن عدد من سفن البضائع ستصل إلى ميناء الحديدة خلال الفترة القادمة، وأضاف إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك وتحذيرها من احتمالية عرقلتها أو إحجازها. من جانبه، نشر محافظ الحديدة محمد عياش كحيم في تغريده له على تويتر عن إعفاء 50% مع قبول نصفها نقدا والنصف الأخرى شيكات، مع تحمل تكاليف التمرنج من الحكومة، وعلى التجار التوجه ببضاعتهم إلى ميناء الحديدة. وأشار قحيم في تغريده إنه ذلك يأتي بعد رفع سعر الدولار الجمركي من قبل حكومة اليمن الموالية للسعودية. يذكر إن التحالف السعودي عمل على تعديل ميناء الحديدة واستهدفه خلال الحرب التي أعلنتها السعودية. كما تعرض الميناء للقصف وقصف المستودعات وغطاسات رسو السفن،